إلى اعتقاد. قال الإمام الكاظم عليه السلام: إلهي، إن ذنوبي وكثرتها قد غيرت وجهي عندك، وحجبتني عن استئهال رحمتك، وباعدتني عن استنجاز مغفرتك، ولولا تعلقي بآلائك وتمسكي بالرجاء لما وعدت أمثالي من المسرفين وأشباهي من الخاطئين بقولك: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وحذرت القانطين من رحمتك فقلت: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ثم ندبتنا برحمتك إلى دعائك فقلت: دعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.